بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور عمرو مجدي، استاذ جراحه التجميل في طب عين شمس وعضو الجمعيه المصريه لجراحه التجميل. هنتكلم النهارده عن حاجه يعني ابتدى جراحه التجميل يبقى فيها انواع جديده، مش كلها جراحات، بقى فيه طب التجميل. فاحنا دلوقتي بنسمي نفسنا يعني اخصائيين واستشاريين في طب وجراحات التجميل. يمكن الجمهور دلوقتي بيبتدى يبص للحاجات الغير جراحيه او اللي هي فيها تدخل محدود، ما بحبش يحب قوي التدخلات الجراحيه، ولان طبعا ما زالت الجراحه ليها البريق بتاعها وليها النتائج المبهره اللي ما بقدرش نحصل عليها بحاجه ثانيه. انما في بعض الجمهور عشان ظروف العمل وظروف برضه خطه النواحي الاقتصاديه والاجتماعيه، ان هو مش عايز يتاخر عن شغله، مش عايز يغيب عن عيلته مده، فابتدى يفكر في الحاجات الغير تقليديه في غير الجراحه. فطبعا في يمكن الحاجات الشائعه دلوقتي هي البلازما والنانو فات والخيوط الجراحيه والليزر. يمكن اكتر حاجه اكتر عيانين بنشوفهم او اكتر ناس بتسال الجروح والاصابات. بيحصل طبعا احنا كلنا معرضين لاي اصابه، من اول خدش صغير لجرح كبير شويه، لا قدر الله في حادث في حاجه. اول بيبقى تساؤل لينا بعد او حرق، اول تساؤل بيجي المريض لينا بعد كده، يا ترى الجرح ده هيبان او لا؟ وبينسى كل حاجه تانية. يعني احنا ممكن يبقى داخلين على عيان عنده كسور كتيره في وشه، الوش مليان كسور، وهنخش نصلح الكسور، نقعد في العمليه 5 6 ساعات نصلح في الكسور ديت، او عيان عنده حرق كبير، او عيان عنده واتيفر، عنده جزء من الجلد مفقود كتير، بينسى كل حاجه، بينسى كل التعب وكل يمكن الحاجات الوظيفيه، وبيسالنا سؤال واحد، الجرح ده هيبان ولا لا؟ طبعا دي من الحاجات اللي احنا دلوقتي بنسعى جاهدين ان احنا يعني احنا والابحاث العلميه كلها ان هي توصل الى نتائج مبهره او نتائج ترضي المريض في هذا. في بعض الاحيان وفي بعض انواع الجلد بنوصل لنتائج مرضيه جدا، وفي بعض الاحوال يعني لسه ما قدرناش نوصل للنتيجه اللي عايزها المريض. في وسائل كتير متاحه جدا، في طبعا الليزر وبقى له سنوات عديده، في البلازما من الحاجات اللي ظهرت جديد دلوقتي، في بعض الكريمات اللي فيها مواد سيليكون او مواد مخلقه بتساعد على التئام الجرح، في النانو فات ودي من الحاجات الجديده اللي فيها جزء من الخلايا الجذعيه وعوامل البناء. فابتدى يبقى في يعني انواع كتيره او موداليتيز كتيره في العلاج ما كانتش موجوده في السابق. طبعا اثرت كتير جدا في طريقه التئام الجرح وشكله، وطبعا محتاجين رعايه من المريض برضه انه هيراعي الجرح بتاعه، ان هو هيلتزم بالتعليمات اللي احنا بنديها له، بيبتعد عن الشمس، بيستخدم واقي من الشمس بعد العلاج لمده. واحنا بيبقى دورنا ان احنا الجزء الجراحي طبعا بنحط الجرح في احسن صوره من ناحيه الخياطه والغرز وانواع الغرز، وبندي له بعد كده العلاج اللي مناسب. بيبتدي الليزر يستحسن بعد جرح مده قصيره، ما يقعدش مده طويله، عشان بيبقى لسه الكولاجين او الالياف اللي تحت الجلد ما اتكونتش، ودي اللي بتمسك الجلد ببعضه، مش الغرز بتاعتي. الغرز بتاعتي لازم تبقى مبطوطه مظبوط جدا، بس اللي بيحصل بعد كده من العيان نفسه، الالتئام دوت من جلد العيان، من التغذيه بتاعته، من الادويه اللي بياخدها، من انه ملتزم بالعلاج وبيسمع الكلام في ان هو في لو في كريم بيحطه في بعض مناسب، انه ما يعملش شد على الجرح، انه يغطيه يبعده عن الشمس، دي مهمه جدا. واحنا بقى بنستعد بعد كده، بيبقى في جلسات البلازما غنيه بالصفائح اللي هي البي ار بي، في بعض الاحيان بنحط النانو فات. كل جرح بيختلف عن التاني، ما اقدرش اقول روشته واحده لكل الجروح، كل جرح حسب ما احنا بنشوف فيه بندي له جروح. يمكن دي اكتر حاجه بتهم الناس، فبنقول لها اول حاجه يروح لجراح التجميل السيرتيفايد، او اللي احنا بنقول عليه اللي هو الجراح التيم المسجل المعتمد من جمعيه جراحه التجميل المصريه، بيخش على الويب سايت بتاعنا، بيقدر يشوف اسامي الجراحين، بياخد لسته بيهم، يشوف الاقرب له او اللي هو بيشوف الخبره بتاعته متناسبه معاه. طبعا احنا كلنا متميزين، بس بيبقى في حد متميز في عمليه اكتر من التاني، في حد متميز في اتجاه معين، بيبقى زي ما في تخصص دقيق يعني، وبيبتدي بعد كده يتبع العلاج معاه المظبوط، وبيسمع الكلام، ويعني ما ينجرفش ورا بعض الاعلانات الزائفه او بعض الكلام يقول جاري قال لي وصديق قال لي، لا يلتزم باللي الدكتور بيقوله لانه عارف جسمه هو محتاج ايه وحسب ما بيشوف المريض. وان شاء الله دايما نشوفكم بصحه وعافيه ودايما مبسوطين، وان شاء الله مصرنا وكل جامعاتنا وجمعيتنا كلها في تقدم مستمر ان شاء الله. شكرا.